بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. فصل الانجيل عن دعوه لاوي وتبعيته للرب يسوع له المجد. وبعدما كان عشارا وفئة العشارين دي كانت فئة مكروهة جدا في الوقت ده، وكان دايما اسمهم يقترن بالخطاة، العشارين والخطاة، لكنه قبل الدعوة وأصبح أحد الاثنى عشر رسولا وأحد البشيرين الأربعة، وبين إيدينا البشارة اللي باسمه بشارة معلمنا متى البشير. في دعوة القديس متى البشير تتجلى أمامنا أمور كثيرة جدا، يتبان قدام مننا بصورة واضحة جدا لطف الله وصلاحه وطول أناته، فهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. وربنا في تعامله معانا، وطبعا كلنا خطاة، طويل الروح جدا ولطيف جدا، ويستعمل معنا طرق متعددة ومتنوعة ليقودنا في طريق التوبة ولتكميل خلاصنا. والأمثلة على كده كتيرة جدا في لطف الله ومرونته في تعامله معنا ليقودنا إلى التوبة. تقرأ عن الموضوع ده مثلا في سفر هوشع في الإصحاح الثاني لما بيتكلم عن خيانة إسرائيل وذهابهم وراء عبادة الأوثان وانحرافهم، يقول إنه دعا إسرائيل، شبهها بزوجة خائنة خانت زوجها، لكن من لطف زوجها ومرونته دعاها وابتدأ يسايس فيها ويلاطفها ويقول كده: ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية والاطفها. يعني اخدها بالسياسة وباللطف علشان ترجع عن شرها. وفي سفر اشعياء في الاصحاح الاول، في اول اصحاح برضو، كان اشعياء النبي ربنا ارسله لأن الشعب كان انحرف في خطايا متنوعة، فبيقول لهم: هلما نتحاجج يقول الرب، يعني تعالوا نتفاهم، تعالوا نتكلم. هلما نتحاجج يقول الرب، تعالوا نتفاهم، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. يعني لو كانت خطيتكم بشعة جدا ومظلمة هحولها إلى نور، وحتى إن كانت حمراء جدا ودموية هحولها تصير بيضاء كالصوف. إزاي؟ عن طريق التفاهم. تعالوا نتفاهم ونوصل لحل مع بعض. تصوروا بقى مين اللي بيقول كده؟ ربنا نفسه الضابط الكل، كلي القدرة، وبيقول كده لمين؟ بيقول لنا احنا الخطاة: تعالوا يا ناس ايه، نتفاهم وناخد وندي مع بعض. اتصور ده في مقابل تعاملنا احنا مع بعض. لما يجي لنا اوقات نبقى متعنتين ومصرين على رأينا وعلى تصرفنا، ويجي حد يتفاهم معنا نقول له: ما فيش تفاهم، انا قلت كده يعني كده خلاص، مفيش اخد ولا عطا. الواحد طبعا لما يسمع ربنا بيقول تعالوا نتفاهم واحنا مش عاوزين نتفاهم، طبعا ده تبين قد ايه ان احنا بالطريقه دي بنبعد عن ربنا.
دايما من ناحية الله في مرونة وفي تبسط من جانبه في تعامله معنا كخطاة. help. عبال ما يصلحوا نشوف ربنا في تعامله مثلا مع إبراهيم أبو الآباء. ربنا كان شاف إن شر سدوم وعمورة تفاقم جدا وشرهم صعد إلي في السماء وقرر إن ينزل يهلك سدوم وعمورة. طبعا ربنا لما بيقرر حاجة قرار نهائي، لأن ربنا مش ممكن يقرر حاجة غلط وبعدين يرجع إيه يصلحها. لكن عاوز يورينا قد إيه التبسط بتاعه وإنه بيعمل لنا خاطر وبيعمل لنا حساب. فراح ظهر لإبراهيم وقال له بقى أنا يعني هخبي عن إبراهيم حبيبي اللي أنا هعمله؟ مش بنقول إبراهيم الخليل؟ إبراهيم ده كان صاحب ربنا. فربنا قال له بقى أنا أخبي على صاحبي الحاجة اللي أنا هعملها؟ مش معقول. شوف يا إبراهيم حصل كيت وكيت وكيت وكيت. وإبراهيم يقف قدام ربنا ويقول له يا رب يعني أنا تراب ورماد. لازم تاخدها؟ أوكي ماشي. وشرعت أن أكلم المولى. يعني معقولة ديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البر مع الأسيم؟ إبراهيم شوف. وربنا قبل منه الكلام ده على فكرة وما غضبش عليه. قال له لا يا إبراهيم مش معقولة. قال له طيب إيه رأيك يا رب لو لقينا 50 نفر كويسين في البلدين دول تعفي عنهم؟ قال له أو أعفي عنهم عشان خطرك يا إبراهيم. طب قال له طب بس معلش لو 50 دول نقصوا 5؟ قال له ماشي يا إبراهيم عشان خطرك. وفضل يفاصل مع ربنا لغاية ما وصلهم من 50 لكام؟ 10. وقال له مستعد بس ما لقاش فيها 10، فراح ايه اهلك. برضو في تعامله مع يونان النبي، ودي طبعا مش هشرحها بقى لانها تاخد وقت. فايه ثانك يو حبيبي، تقرا عنها في سفر يونان تلاقي من اول السفر لاخره ربنا بيسايس يونان مسايسه وياخده على قد عقله ومرن جدا معاه. يجي يونان يهرب يقول له ماشي اهرب بس هتتعلم درس، ويترمي في البحر يقول لا مش هسيبك تهلك هبعت لك حوت يبلعك. وبعدين يطلع على البر يقول له ها تطلع روح يا يونان. اروح. يروح هناك وما يعجبوش ان ربنا عفى عن البلد. وهكذا تلاقي ان ربنا قاعد ياخد ويدي مع يونان على مدى 4 اصحاحات علشان يفوقه ويقوده إلى الأسلوب السليم في الخدمة. ومعانا المثال بتاع فصل إنجيل النهاردة، دعوة لاوي اللي فيما بعد أصبح القديس معلمنا متى البشير. ربنا راح له لغاية عنده وراح له في المكتب بتاعه. طبعا مكتبه كان مكتب سيء، ده فئة العشرين دول كانوا بيتعاملوا مع كانوا عملاء للمستعمر الروماني وكانوا مكروهين جدا وكانوا بيظلموا الناس ويسرقوا منهم ويعاملوهم معاملة سيئة، واللي ما يرضاش يدفع يجيبوا له البوليسة العساكر الرومانيين ويبهدلوه وممكن يسجنوه. كانوا بشعين جدا ومكروهين جدا. لكن الرب يسوع حب يديله فرصة وراح له لغاية عنده وقال له تعالى ورايا يا لاوي. راح ساب كل حاجة وراح ورا يسوع. ده مش بس كده، قال له ده أنا كمان هتعزم عندك النهاردة، بس مش عزومة زي بتاعتنا احنا اللي بنعملها ونقعد نجيب فيها سيرة الناس ونعمل مشاكل. لا، عزومة حلوة فيها الرب يسوع، الناس ملفوفين حواليه يسمعوا منه كلمات النعمة ويتعلموا. وراح معلمنا متى بقى
راح لم كل الفرقة بتاعته وكل العصابة بتاعته وكل العشرين أصحابه والناس اللي كان ماشي معاهم والناس البطلين، قال لهم الحقوا تعالوا دي فرصة ما تتعوضش. ويسوع قعد معاهم. شوفوا بقى محترفي الديانة بتوع هذا الوقت عملوا ايه، وانتقدوا الرب يسوع له المجد. ما عجبهمش، ايه ده انت حكايتك ايه، انت مش بتقول انك معلم وانك تروح تقعد مع ناس بالشكل ده، بقى دي عاملة تعملها. انتقدوه بشدة وبعنف لانهم كانوا فاقدين الحساسية الروحية، وكان عندهم تعنت وتزمت شديدين جدا، وينظروا إلى الخطاة والضعفاء باحتقار، مع أنهم هم أنفسهم كانوا في منتهى الفساد. والرب يسوع قال عنهم زي القبور المبيضة تبدو ظواهرها جميلة للناس وبيضاء، ولكنها من الداخل إيه؟ مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. قال لهم الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرار في أعين أنفسهم بل خطاة إلى التوبة. هذه المرونة أيضا نشوفها في معلمنا القديس بولس الرسول، برضو تقرأ عنها بالتفصيل في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح التاسع. في الجزء ده معلمنا بولس الرسول بيشرح قد إيه إن هو في خدمته كان بيحاول يكسب أكبر عدد ممكن للرب يسوع له المجد، ويقودهم في طريق التوبة ولتكميل خلاصهم، لدرجة إنه يقول صرت لكل أحد كل شيء لأربح على كل حال قوما. صرت لكل أحد كل شيء لأربح على كل حال قوما. وقال بالرغم من أني أنا حر صرت عبدا للكل لأربح الأكثرين. معلمنا بولس الرسول ده شاف الرب يسوع له المجد، والرب يسوع دعاه وأرسله للخدمة، وكان له يعني صلاحيات كثيرة جدا ومكانة عالية جدا في الكنيسة، لكنه كان بيعتبر نفسه عبد عند الناس اللي بيخدمهم، مش يقول لهم لا ده أنا فوق مستواكم وأنا رسول وأنا شفت الرب يسوع، لا أبدا. كان بيتعامل مع المخدومين من مستوى على إنه أقل منهم، إن هو عبد عندهم علشان إيه؟ يكسبهم للرب يسوع له المجد. يعني معلمنا بولس الرسول ده اللي بيقول صرت لكل أحد كل شيء لأخلص على كل حال قوما. صرت لكل أحد كل شيء يعني كان بيتلون وماشي مع الطيار، طبعا ده كلام غير منطقي. يعني إيه بقى إنسان متلون وإنسان ماشي مع الطيار وهدفه إنه يخلص على كل حال إيه قوما؟ دي ما تمشيش مع دي، طبعا مش ممكن، مش هينفع أبدا. إنسان متلون، إنسان ما عندهوش مبدأ، إنسان منين ما الطيار ياخده هيقدر يقود الناس في طريق التوبة وفي طريق الخلاص. وده يقودنا إلى النقطة اللي بعد كده، وهي المرونة. المرونة الروحية ليست تهاونا، ولا هي لا مبالاة، ولا هي قبول لما هو خطأ، ولا هي تلون أو انحلال. المرونة أيضا مش معناها أن الواحد يستعمل أي حاجة ليصل إلى الهدف. ما فيهاش حكاية الغاية تبرر الوسيلة، ما فيهاش المبدأ اللي يقولك اللي تغلبه العبه. تعرفوا هذه المقولة معروفة جدا، يقولك اللي تغلبه العبه اللي تكسب بيه الله ما يهمش. لا طبعا، دي ما اسمهاش مرونة، دي اسمها انحلال واسمها خطية. أيضا المرونة مش معناها أن الواحد يبقى مرن علشان يستجلب رضا الناس ومديح الناس وياخد منفعة من وراهم، مش هو ده الهدف أبدا، ولا الهدف أي منفعة مادية.
أو منفعة معنوية، الهدف هو المنفعة الروحية. طبعا أما نقول لهي تهاون ولا مبالاة ولا إلى آخره، لأن الأمور دي كلها مش فضيلة، مش فضائل، دي رذائل وخطايا ولا تتفق أبدا مع المرونة الروحية. المرونة الروحية هي محكومة بكلمة الله وترتكز على الوصية المقدسة، وأيضا يجب أن تكون نابعة من المحبة وتكون في حكمة وفيها تمييز، علشان الإنسان يتصرف التصرف السليم اللي يقدر يكسب بيه الناس لربنا ويقدر يكسب بيه المواقف. الإنسان المرن هو إنسان بيحس بمشاعر الناس، وهو إنسان متسع الصدر ومتسع القلب، ممكن يتفاهم، وممكن لو رأيه غلط يتنازل عنه، وممكن لو قراره خطأ يصلحه، عنده هذه المرونة. هو إنسان أيضا واقعي، مش عايش في الخيال، في دنيا هو عاملها لنفسه وما يهموش الواقع إيه. المرونة أيضا هي القدرة على التعامل مع الآخرين، مع المواقف، مع الظروف، مع المشاكل اللي بتقابلنا، العقبات اللي بتقابلنا، كل حاجة من دول بما يناسبها وبما يقود إلى نتائج سليمة. نتكلم بقى عن الباء في مكان وموضع يعني مرة أخرى. مثلا عاوزين نتكلم عن المرونة مقابل التعنت والتزمت، وإن المرونة قوة، وإن المرونة لا تتعارض مع الحزم. طبعا مش هنلحق نتكلم على ده كله. فالإنسان المرن يقدر يقيم الموقف اللي بيقابله ويتصرف على أساسه. يحكى عن أحد المزارعين أنه وقع في ضائقة مالية، وكان في القرية اللي هو فيها إنسان مرابي بيسلف بس إيه بنسبة ربح عالية قوي. فمن ضيقة هذا المزارع راح استلف من الراجل ده مبلغ، على أساس أنه لما المحصول يجي وقته يقدر يبيع المحصول ويسدد الدين ويعيش. المهم المحصول في السنة دي فسد وما جابش النتائج المطلوبة، ووقع الراجل ده في ورطة ومسك في خناق الراجل المرابي، لازم تدفع الدين اللي عليك يسجنك، أرجوك يهديك يرضيك اتمهل عليا مفيش فايدة. قال له شوف أنا ممكن أسيب الدين اللي عليك ده لو تجوزني بنتك. كان عنده بنت جميلة، والراجل ده كان طبعا سيء الأخلاق وسيء الطباع. قال له أسيب الدين اللي عليك لو تجوزني بنتك. طبعا دي ورطة كبيرة، وقع فيها الراجل وقعت فيها بنته، إزاي بس هتقبل حاجة زي كده؟ فلما لقاهم كده قال لهم شوفوا، طب إحنا نسيب الحكاية دي يقررها إيه القدر. أنا أجيب كيس وأحط فيه حصتين، حصوتين، حصوة بيضة وحصوة سودة، والبنت تلتقط حصوة من الاثنين. لو التقطت الحصوة البيضة يبقى أنا خلاص هصفح عن الدين بتاع أبوها ومش هتجوزها وخلاص وتنتهي الحكاية على كده. لكن لو التقطت الحصوة السوداء يبقى يتجوزها يا أبوها يتحط في السجن. البنت قعدت تبص عليه وهو بيحضر الحكاية دي، فاكتشفت انه حط حصوتين سود، يعني ايه ياكلك ياكلك كده ضيعة وكده ضيعة. تعمل ايه لو تفكيرها تشل وما كانش عندها المرونة تفكر وتلاقي حل؟ ورطة. ما هو هتعمل ايه لو خدت
لازم هتطلع على الحصوة السوداء. تعمل ايه؟ هتتجوزه وهو انسان سيء، ولا تفضحه انه حط حصوتين سود ويعمل مشكلة ويحط ابوها في السجن، مش هيسيبهم. فأخذت ودت شوية ثواني كده مع نفسها وابتدت تصرف التصرف الآتي. مدت ايدها تاخد ايه؟ حصوة. فتظهرت انها ارتبكت والحصوة ايه؟ وقعت منها. وقعت الحصوة. وقالت لهم طب خلاص شوفوا الحصوة التانية اللي في الكيس، هيبقى عكس الحصوة اللي انا ايه؟ اخدتها. طبعا لقوا الحصوة التانية ايه؟ سودة. فالراجل هو اللي وقع في المطب وهي ايه؟ طلعت منه. المغزى من القصة دي ان الواحد يحاول ياخد ويدي مع الامور اللي قدام منه، وما يصممش على حل معين او اتجاه معين، لان ده هيوقعه في مشاكل كتيرة. لكن لو عنده القابلية والمرونة هيقدر في الحال يلاقي التصرف السليم للنتيجة السليمة. المرونة الروحية هي قوة ونضوج تعبر عن قامة روحية ناضجة مرتفعة، وهي دليل على الثقة بنعمة الله العاملة فينا. المرونة يلازمها التمسك بكل ما هو حق وما هو بحسب كلمة الله ومرضاته والتعليم السليم. المرونة الروحية هي القدرة على التعامل مع الآخرين، مع الظروف، مع العقبات، مع المشاكل والصعاب اللي بتقابلنا. لو عندنا مرونة في مواجهتها بدل ما تحطمنا نخرج منها أكثر قوة وأكثر خبرة. الصلابة، التعنت، التزمت، دي كلها رذائل وليست فضائل، ودليل على ضعف الحساسية الروحية وضيق القلب وضيق الصدر، وتتسبب في متاعب كثيرة ومصادمات ومشاكل. ونختم بالمثل البسيط اللي احنا كلنا عارفينه: لا تكن صلبا فتكسر ولا رخوا فتعصر. يعني خليك مرن ولإلهنا المجد آمين.